أنا اسمي عبد الرزاق مطاوي، كنت أسكن في اليوسفية جد درب الكبير، في عمر 20 سنة. أنا وعمي كنت أسكن مع أخو عمامي، كنخدم في كلينيكس كنبيعو، نعاون والديا باش نشرو العيد. كنت أول مرة سميتو كل نهار وقته، كل نهار وتمام 10 دراهم، 2 دراهم، 3 دراهم، 5 دراهم. كيتعاون معايا، كان يقام كيشري مع هذيك يعطيني 10 دراهم، 400 ريال. معهم دار؟ كنجمعهم. انا راه جاو من صغري. من كنت في اليوسفية كنت نتفرج في الماتشات ديال الراجل، ديما نتبعهم. كنت نتفرج القهوة، كاع الماتشات كنكون فرحان. لا رحت الراجل، الاخر خسرت الراجل، كنكون مزحفان مقلق صافي. النهائي ديالها كنت نتمنى يتعاونوا معايا. لا الراجل تربح. الراجل ضروري، ضروري نمشي نتفرج في الماتش في التيران. عمرك نمشي التيران في حياتي؟ وبغي ندخل التيران نتفرج في الراجل. بغي نتصور مع رحيمي ومتولي والحافيدي ومالونغو. عزيزين عليا. لا عمري ما تلاقيت مع التلعب. هذاك ديال الرجاء، اللاعبين كيبغيو يتعاونوا معايا والجماهير. كندخل ما بغيت ندخل الماتش نتفرج فيه مباشره. سي رجاوي صاك، يقول لي يا رجاوي. نسمينك رجاوي؟ لا ديما لابس واه. ديما كتلبس خضر؟ ديما كنلبس خضر. عندي صورفيطات كاملين خضرين، تونيات، كل شيء عندي. لا عمري ما لبست. لا كل ماتشات كويريز. ليمني كنت غادي لدرب السلطان وتلاقيت السي عبد الرزاق غادي كيبيع كلينيكس وداك الشيء، وعجبني الحال انه هو لابس التوني ديال الرجاء وكيقل رجاوي، وعجبني لابس التوني ديال الرجاء وداك الشيء وكيقلب على النعيشه ديالو وداك الشيء، وهزيته وجته وغديته مع وليداتي وداك الشيء، واتصلت بكم باش تزيدوا ديروا مع فيديو باش يعاونوا الدراري ديال الرجاء، لانه هو الامنيه ديالو باغي يتصور مع رحيمي ومتولي ومالونغو والحفيظي، وجتو نتمنى الامنيه تتحقق. الشاغل الواحد ديالو هو باغي يشري حوالين الوالدين ديالو، باغي يفرحهم في هذا العيد، وهو اللي خدام عليهم. ومني سولته شحال كيربح، يعني داك الشيء قليل، نهار كامل كيقدر يجيب 15 درهم 20 درهم كل مره. وشحال كيجي تفرجي مع باباك في الكره دابا؟ كنتفرج الماتش الاخراني اللي كان. قولي لنا الاربعه لا الحد ياك تفرجتي فيه؟ كديري ملي كتفرجي في الكره؟ كنبقى نشجع في الراجل. تشجعي في الراجل؟ تشجعي الوليدات؟ نشوفوا السنادي اللاعب ديالنا. راه كان ديجا في الراجل. انت بعدا اختاريتي لنا، قلتي لنا شجعتي اننا نصوروا مع هذا الدري. تبارك الله عليك. كي لقيتي هذا الشيء؟ ظريف، وفي الصراحة بغيت الناس يعاونوا. رجاوية بالخصوص. بغيت الحلم ديالو يتحقق. اللي هو انه يتصور مع اللعب ويفرح والديه يجيب لهم الحول. الدار بدا زوينه، كاين التعامل الناس.